وهذا سائل يقول: ماذا أقول إذا قال المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ تقول: الصلاة خير من النوم، كما يقول المؤذن، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا يشمل الصلاة خير من النوم، ولا يستثنى إلا الحيعلتان، فيقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.